هدول الاشخاص اللي ممكن تشوفهم على يعني بيستقبلوك تبع البنوك يعني، او جماعه البورصه او الاسهم، يعني جماعه الذين يبادلون قبعات يعني، او جماعه الذين اذا اودعت لك يعني اودعت مالك عندهم خلاص غاب يعني ولن يعود، يعني من جماعه السراق هذا. والجمجمة تبعه ضخمة كتير يعني، ما انه سهل هذا، خطر جدا يعني، في جسده لا يجري دم انما يجري فيه سم الافعى وسم العقرب، لدغته مش سهلة. انا اعتبر هدول من هذا الصنف، صنف اجرامي بحت، يعني اجرامي بحت، مش من الناس اللي بيسرقوا هدول البسطاء تبع عشان مؤسسة استهلاكية او سارق له يعني دوس بندورة مثلا او كيس رز او كيس برغل، مش هذا. هذا من نوعية الذي يعني يجلس على طاولة ومعه جهاز قدامه كمبيوتر بيربح له مليار مليارين خلال سنة سنتين وما أدراك بهم. هؤلاء هم المجرمون الكبار الذين يظهرون أمام البشر شرفاء بدقية تليفون.